وعن الندوة التي نظمها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، بداية مرحبا بك. يعني نظمتم ندوة بعنوان تفشي الأمية في مهد الحضارات، الجهل السلاح الصامت الذي يهدد مستقبل العراق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. دكتور، كيف ترى حظ المواطن العراقي في التعليم بعد العام 2003 وحتى الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة يعني حظ المواطن في التعليم بعد 2003 سيء جدا لأسباب كثيرة، منها إشاعة الفوضى، ظهور الميليشيات، استفحالها، غياب الأمن والاستقرار في البلاد، تصاعد أعمال العنف واستمرارها، موجات النزوح القسري، إلى جانب طبعا أكيد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والغلاء في الأسعار وصعوبة الحصول على فرص عمل. كل هذا حقيقة أدى إلى الحيلولة دون تلقي الأطفال، خاصة يعني الأطفال ممن في عمر الدراسة، وحرمانهم من حق التعليم. وكما ذكر التقرير أنه أكثر من 70% من الأطفال اليوم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما لا يذهبون إلى المدارس. فهذه النتيجة، والنتيجة أصبحت لدينا أمية وأمية مركبة ومتفاقمة وزيادة في معدلاتها إلى مستويات غير مسبوقة. كل هذا يدلل على أن حظ المواطن في التعليم حقيقة يعني دكتور أيمن، إشاعة الفوضى ودور الميليشيات وتصاعد أعمال العنف وموجات النزوح القسري، كلها طبعا عوامل يعني لها دور كبير في تدهور التعليم في العراق. ولكن بالنظر إلى السياسات التعليمية المتبعة، بالنظر إلى دور وزارة التربية في هذا الإطار، بالنظر إلى المناهج في هذا الاختصاص تحديدا، كيف تنظر إلى المناهج والسياسات التعليمية في تطوير التعليم أو الدور المنوط به بتطويره، ولكن أخذ المنحة بالاتجاه المعاكس وأدى إلى هبوط التعليم وتدهوره، كيف تنظر إلى ذلك؟ أخي، هذا يعني طبعا أخذ الاتجاه المعاكس هذا أمر ليس عبثي، هذا أمر يعني مخطط له، هذا أمر يراد له أن يكون في العراق. على كل، هو نظام التعليم أكيد يرتكز على ركائز معينة، المدارس والمنشآت والمنشآت التعليمية والتربوية، المناهج كما ذكرتم، و يعني قوة هذه المناهج ورصانتها العلمية، الطواقم التدريسية المقتدرة ذات الخبرة، إضافة إلى التلاميذ والطلاب. يعني لو ألقينا نظرة نجد أنه المنشآت التعليمية والتربوية استهدفت استهداف مباشر، وهذا صندوق النقد الدولي، تقرير صندوق النقد الدولي يقول منذ 2003 وحتى الآن أكثر من 80% من هذه المنشآت تم استهدافها أو حرقها أو نهبها. فهذا طبعا الاستهداف يعد ممنهجا ومقصودا، وإضافة إلى أن ركاكة المناهج وغياب التطوير فيها وعدم مواكبتها ل التطور الكبير في كثير من المجالات، ناهيك عن استهداف الكوادر التدريسية، الخبراء، إبعاد الخبراء، إبعاد العلماء، إبعاد ذوي الخبرة، فبالنتيجة واستبدالهم طبعا بأشخاص مؤدلجين، أشخاص يتبعون هذا الحزب أو ذاك، أشخاص ليس لهم هم إلا تنفيذ رغبات من جاء بهم إلى هذا المنصب. فبالنتيجة لدينا مشكلة، طبعا كل هذه يدفع ثمنها التلاميذ والطلاب. طيب. فهذا يعني الحقيقة واقع قاتم. طيب دكتور، واقع
طبعا التعليم هو مقود الاقتصاد مثلما يقال أو يقول الكثير من الخبراء الاقتصاديين. قبل 40 عاما العراق احتفل بأن نسبة الأمية فيه صفر، لا يوجد أمي في العراق قبل 40 عاما. الآن اختلفت المعايير، معيار الأمية أصبح الحاسوب وكيفية استخدام الحاسوب والأمور الإلكترونية. ترى في العراق الآن هناك أكثر من 50% من العراقيين ما بين أعمار 15 سنة إلى 45 سنة لا يعرفون حتى الكتابة. كيف تنظر إلى مستقبل الأجيال؟ هذا هو الحقيقة، هو يعني هذا ما أردنا أن نثيره في الندوة. هو الجهل هو سلاح صامت يهدد مستقبل الأجيال في العراق، لأنه يذهب بهم إلى المجهول. يعني مثل ما ذكرت أنه حتى معايير الأمية اختلفت في العالم، لكننا مع الأسف الشديد الأمر لدينا معكوس. نبحث عن تعليم الناس القراءة والكتابة والمهارات البسيطة، لكن هذا الأمر أيضا، أما إذا يعني استخدمنا المعايير الحديثة فالنسبة تكون أكثر من ذلك بكثير. وهذا طبعا كل هذا الموضوع هو فشل وفساد الحكومات المتعاقبة في العراق في توفير بيئة آمنة للطلاب وللتلاميذ، ولا يوجد أي حرص، أو هنالك طبعا تقاعس كبير وعلامات استفهام كثيرة على منوال المؤسسات التعليمية والتربوية، ما تبقى منها طبعا في العراق ما بعد 2003. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.